السلام عليكم آه اليوم بدنا نحكي عن اضطراب الهلع أو نوبات الهلع آه البعض يشعر فجأة آه بدون أي سبب قد يكون شخص آه عم يشارك بحديث أو أثناء عمله أو حتى بالطريق يشعر بأنه آه تسرع بنبضات القلب والتنفس آه مترافقة بخوف شديد أنه ممكن يموت أو ممكن يصير له شيء عادة المريض حالة الهلع الشديد تدفعه للذهاب بسرعة إلى المشفى طبعا بعد ما يتم فحصه انه ما في شيء من الناحيه القلبيه غالبا انه المريض بهالحاله يكون مصاب باضطراب الهلع او قد احيانا هي اذا كانت نوبه واحده نعتبرها قد تحدث مع الجميع، لكن تكررها لمرتين صار اضطراب ويجب العلاج. عاده نوبات الهلع ليست خطيره. المريض يعتقد انه راح يموت او راح يصل شيء وحقيقه ما في شيء من هذا القبيل هي هي لها اسباب نفسيه وتعالج نفسيا يعني المريض عاده مرض للاسف الشديد في بعض المرضى انه قد يصل الى الى انه يجري قثرة قلبيه انا شفت حالات من الشباب وصل الى درجه انه يعمل قثرة قلبيه بسبب نواة الهلع يعني حتى المريض يتجنب هذه السلسله الطويله من الفحوصات والارباك الشديد اللي بتسببه النوبه على حياته يجب عليه التوجه فورا الى الطبيب النفسي لأن الكثير من المرضى هذه النوبات تسبب له إعاقة هو دائما خايف أنه النوبة تصير له بالطريق أو بأي مكان فعادة هو بيصير مقادر يروح على أي مكان إلا يكون عنده مرافق من من الاصدقاء والأهل الاهل، ففينا نتخيل قديش مستوى الاعاقه اللي راح تسبب لها نوبات الهلع. انا ارجع اطمن الاهل او هي عاده تصيب الشباب حقيقه يعني، واحيانا حتى لدى الاطفال او الكبار بالسن، بس عمليا مجرد انه حدا شي مره حس بهذا الموضوع وبعد ما اجرى فحوصات واكدوا له اطباء القلبيه انه ما في شيء قلبي عنده عضوي العلاج احيانا اسهل ما يكون بالنسبه للمرضى احيانا بدون دواء مجرد تدريبات سلوكيه كافيه للتخلص من نوبه الهلاء لانه عدم علاج نوبه الهلاء سوف يسبب عطاله و بحياه المريض وغالبا ما يقود الى الاكتئاب إحنا أنا غالباً ما يحضر عندنا المريض على العيادة يكون بعد شهور من المعاناة ودخل أحياناً بإكتئاب وأدى إلى مثلاً تأثيرات سلبية على حياته على عمله أحياناً شخص يلزم بيته بسبب هذه النوبة بسبب الخوف أنه تحدث له بمكان ودائماً المرضى يحاولوا يختاروا سكنهم. قريب من المشافي لانه دائما يعتقد انه هاي النوبه ممكن تصير فبالتالي هو سوف يحتاج المشفى باي لحظه بدون ان يعرف انه هذه الحاله هي نوبات الهلع او البنك اتاك هي حاله احد اضطرابات القلق القابل للعلاج وممكن يتخلص منها بشكل نهائي خلال اسابيع قليله من خلال مراجعته للطبيب النفسي.